السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أتمنى من الله أن الجميع يكون بخير، وأحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتابعني سواء على القناة دي أو على القناة التانية. كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. الجزء الأخير أو الفيديو الأخير من تخطيط محلات أبو خمسة. مبدئيا كده يا جماعة، محلات أبو خمسة، بس عشان الناس اللي بتسأل، هي موجودة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يعني مش هتلاقوا محافظة إلا وفيها محلات أبو خمسة، أساسي لازم كده. لكن المكان ده اللي أنا عملت لكم منه عدة أجزاء، نشرت منها هنا على القناة دي وعلى القناة التانية. المكان ده موجود على طريق أبها الخميس، اسم المحل الهرم، كل شيء بخمسة ريال وخمسة وسبعين هللة، في كل حاجة بسم الله ما شاء الله. زي ما احنا شايفين كده، في مواعين وأدوات مطبخ وفي مواد غذائية وفي ملابس وفي جزم وفي شباشب وفي مكياج وفي برفانات وفي كل حاجة، وفي أدوات مدرسية، دفاتر وأقلام وكشاكيل وكراريس وكراريس رسم وألوان وحاجات فرن زي ما انتوا شايفين كده، وصواني، في كل حاجة بسم الله ما شاء الله. يعني اللي يدخله وعايز يعني مش هيطلع الا هو جايب كل حاجة. واجمل حاجة فيه بقى بصراحة، يعني كل حاجة فيه بخمسة ريال وخمسة وسبعين هللة. اي حاجة من الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، انا جبت صور كده مبدئيا منه كله، يعني جمعت الصور كلها اللي انا صورتها هناك. اي حاجة من اللي انتوا شايفينها دي بخمسة ريال، كبيرة صغيرة غالية كله بخمسة ريال، خمسة وخمسة وسبعين هللة. هنا بكمل معاكم، دي كلها عطور وبرفانات اللي انتوا شايفينها دي، كل اللي على اليمين دي عطور زي ما انتوا شايفين كده. بس بصراحة انا عمري ما جبت منه ولا حاولت اشوفها يعني، حتى يعني اصلا عارفة ان يعني عطر بخمسة ريال مش هبقى عطر يعني. وكل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي فازلين، حتى اني مسكت حاجة فيها قلت يمكن يكون تاريخها منتهي، لكن لا والله لقيت تاريخها مش منتهي ولا حاجة ولسه ما انتهاش. كل دي كريمات شعر وكريمات بشرة وشامبوهات وحاجات، بس والله يعني بصراحة ده فاتيكا زي اللي بتباع في بندا، مش عارفة ايه الفرق بينه وبين بتاع بندا. وبتاع بندا في الايام الطبيعية بيبقى بـ8 ريال، لما يكون عليه عرض بيبقى بخمسة وخمسة وتسعين هللة. فمش عارفة يعني بصراحة، أنا يعني عشان برضه أكون أمينة في نقل المعلومة زي ما عودتكم، أنا عمري في حياتي ما جبت لا شامبو ولا كريمات للوش ولا أي حاجة من الأماكن بتاعة أبو خمسة دي بصراحة يعني. وفي ناس بتجيبها وماشية معاها وربنا ساتر عليها، وعندهم دوف أهو بخمسة ريال برضه، عندهم حاجات كتيرة جدا بخمسة ريال. أي حاجة يا جماعة في المكان ده او في المحل ده، وعندهم جونسون وعندهم جلايسليد، عندهم كل حاجة ما شاء الله. ودي معطرات جو، كل اللي انتوا شايفينها دي على خمسة ريال معطرات جو، وفي بالعود وفي بالورد وفي بالفل جميع النكهات اللي انتوا عايزينها بسم الله ما شاء الله. وعندهم برضو قسم المواد الغذائية، شفت التونة دي الواحدة بخمسة وخمسة وسبعين هللة اهي. العلب اللي انتوا شايفينها دي كبيرة مش الصغيرة، خمسة وخمسة وسبعين هللة، يعني التونة هيمشي حالها هي برة كده برضو. وده معجون طماطم علبة كبيرة على فكرة بخمسة وخمسة وسبعين هللة. عندهم حاجات كتيرة جدا يعني مش عارفة. وده حليب مكثف، حليب المكثف المحل خمسة وخمسة وسبعين هللة، علبة كبيرة يعني. بسم الله ما شاء الله. عندهم اللي هو اللي زي الكورن فليكس ده بتعمل بالحليب، يعني انا بشوف كده. في الجهة المقابلة عندهم الحاجات دي يا جماعة بتاعت غسيل، يعني سائل غسيل زي البريل وزي الفيري كده، بس شركات تانية طبعا انا عمري في حياتي ما شفتها. يعني كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي على خمسة ريال. دي منظفات، منظفات بلاط، منظفات ارضيات، وده الفلاش طبعا معروف زي اللي في محل ابو خمسة. الفلاش ده الله يكرمكم اكتر ما يستخدم، يستخدم لبلاط الحمام او للقعدة بتاعة الحمام. حلو، بينظفها جدا جدا يعني، هو بصوا قريب كده من الاسيد او مية النار يعني نفسه. حتى الواحد بينصح ان الواحد
لو لما بيكون بيغسل بيه ما يقعدش في المكان فترة طويلة، بيحطه ويطلع وبعدين يرجع يحكه تاني فرشة او بحاجة ويطلع بسرعة، يعني لانه ممكن يعمل للواحد لا قدر الله ان الواحد يختنق منه يعني. بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده، يعني شبيه دوني، وده للعبايات السوداء يعني اللي هو شبيه برسيل بتاع العبايات السوداء، والحاجات دي مسحوق غسيل برضو، سائل الغسيل، مواعين ارضيات بقى، كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي بسم الله ما شاء الله على 5 ريال. بسم الله ما شاء الله. وهو ده يا جماعة اللي بيميز المكان ده عن ابو خمسة. في ابو خمسة انا صورت لكم قبل كده من ابو خمسة، في حاجات بخمسة وحاجات بستة وتسعين هلة، وحاجات بعشرة ونص، وحاجات بحداشر ونص. وده صابون 4 ب5 ريال، بس برضو شركات كتيرة جدا انا معرفهاش يعني. زي ما قلت لكم يا جماعة، زي ما قلت لكم المحل ده اللي بيميزه عن باقي محلات ابو خمسة ان هو كل حاجة عنده ب5 ريال، ما عندوش حاجة اغلى من 5 واقل من 5. بسم الله ما شاء الله. وده الحليب المكثف المحلى. هنشوف بقى بقية المنتجات الغذائية اللي عندهم. عندهم ده زيتون، العلبة ب5.75 هلة، وده فول الاثنين ب5.75 هلة. كويس. وده فول برضو الاثنين ب5.75 هلة. بسم الله ما شاء الله كله. شوفوا بقى المفاجأة، الثلاجة دي كلها شوكولاتات. وايه بقى؟ بسم الله ما شاء الله شوكولاتات كبيرة. شفتوا دي 5 ريال، دي بره ب17 وب18. ملك 5 ريال. بسم الله ما شاء الله بجد يعني. بصوا الشوكولاتة احلى حاجة عندهم ب5 ريال. ودي كيكات اللي هي غندور والشركات دي كلها ب5 ريال برضو، 75 هللة. وعندهم بسكوت برضو، كل الدستة اللي انتوا شايفينها دي بسم الله ما شاء الله 5.75 هللة. 6 ما شاء الله ما شاء الله، وعرض خاص يعني. عندهم الحاجات دي ببلاش بصراحة يعني، الحاجات دي غالية، انا عارفة انها غالية برا. عندهم انواع بسكوتات كتير جدا جدا جدا. او ده بسكوت برضو، بسكوت محشي كريمة، 5.75 هللة. اي حاجة ب5.75 هللة. بسم الله ما شاء الله. شفت البسكوت ده حلو جدا جدا، في بالزبدة وفي منه بالكاجو وفي بالفستق. البسكوت ده بيجي من الهند على فكرة، بتاع الهنود، هتلاقوه مكتوب عليه ميد ان انديا، صنع في الهند. ده بره يا جماعة انا كنت بجيب الواحد ب4 ريال، هنا الاربعة ب5 ريال. مش عارفة مش عارفة بصراحة يعني، اول مرة قابل مكان رخيص كده، بالذات في الشوكولاتات والبسكوتات والحاجات دي بصراحة. الا في الرياض، الرياض فيه، لكن في ابها هنا يعني كانت حاجة غريبة شوية. كل اللي انتوا شايفينه ده 5.75 هللة، بسكوت بقى، شوكولاتة، كيكات، كل حاجة. لا دي كاسات بس، اتنين كده مع بعض، بتاعت النسكافيه، بتاعت الحاجات دي. ودي برضو يعني زي شوكولاتة كده، فيها 4 حبات من جوه، ب5.75 هللة. بسم الله ما شاء الله. طبعا كان في واحد واقف فمعرفتش اعدي. ده بسنيكر ب5.75 هللة، فيها 5 من جوه، فيها 5 شوكولاتات. وده دير ميلك شوكولاتة برضو، نوع من انواع الشوكولاتة. ودي مارش، ودي تويكس، حبيبتنا تويكس. بسم الله ما شاء الله. زي ما احنا شايفين كده، بوانتي برضو، 3 ب5.75 هللة. هي بره الواحدة ب3 ريال ونص تقريبا. كيت كات في 6 حبات، يا بلاش يا بلاش، 5.75 هللة.
اقول لكم في حاجه غريبه في المكان ده بصراحه، انا اتفاجئت في الشوكولاته والبسكوت اللي فيه، لاني عارفه اسعارهم بره وبجيبهم لاولادي، فانا عارفه انه بره غالي، بس هنا بصراحه ودي بصوا الحلاوه اللي هي المطاطيه دي برضو غاليه برضو 5.75 هلله ما شاء الله. وده كوكيز برضو ب5.75 هلله، بسم الله ما شاء الله. ودي بهارات اسناد، جميع البهارات بقى، لحمه فراخ سمك محشي كل ما يخطر على بالكم. وده شاي كيني برضه اول مره اشوفه، بديل الليمون، الاثنين ب5.75 هلله، بسم الله ما شاء الله. وده شفته زي الكورن فليكس كده بتعمل بالحليب، يعني بالشوكولاته وفي بالفواكه و جميع الاشكال والانواع، بسم الله ما شاء الله. زي ما احنا شايفين كده كل المنتجات اللي عندهم يا جماعة، منتجات غذائية وادوات مطبخ ادوات بيت مناديل ملابس اي حاجة في المكان ده ب5.75 هللة. المكان فين؟ المكان يا جماعة طريق ابها الخميس، اسم المحل الهرم، كل شيء ب5.75 ريال هلل. وفوسفوس اللي هو اللب، بسكوت يعني بسم الله ما شاء الله عندهم كل حاجة. أولكر برضو موجود هنا اهو، ما شاء الله الستة ب5.75 هلل، يا بلاش بجد يعني حلو خالص، بسم الله ما شاء الله. وعلى فكرة اغلب المنتجات دي انا شفتها بعد ما خلصت التصوير، كلها تاريخها جديد، مفيش حاجة منتهت الصلاحية خالص، كلها كويسة. نحول برضو كيك نحول ده معروف اللي هو الكب كيك 5.75 هللة، بسم الله ما شاء الله. وكل دي منتجات على 5 ريال و75 هللة. طبعا 75 هللة دي يا جماعة ضريبة لازم كده. دي كيكات كل اللي انتوا شايفينها دي كيكات، انا برجع تاني محل ما صورت بقى خلاص، يعني عشان اقفل الفيديو هو على وشك يخلص واروح بقى اجيب حاجات اللي انا عايزاها. ما هو انا بعد ما خلصت تصوير رحت اتقضيت، يعني جبت حاجات من الحاجات اللي انتوا شايفينها دي كلها، وجبت ادوات للمطبخ وجبت حاجات كتير يعني الحمد لله. المهم يا جماعه ده كان الفيديو بتاع محلات ابو خمسه، وان عجبكم صورنا لايك والسلام عليكم.